خليك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. يا هلا والله فيكم يا حبايبنا، طبعا حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي، برنامج خليك وحش. خليك وحش يجيكم كل يوم أحد وأربعاء من الساعة 2 لـ3 الظهر. وزي ما عودتكم دائما، كيف ممكن تسمعوا حلقتنا؟ راح تسمعوها من خلال الراديو، حبيب افتح الراديو وانت الان في السياره وتسمع حلقتنا لليوم، او راح تحمل تطبيق الف الف اف ام من الاب ستور او البلاي ستور، او راح تزورنا مباشره على الموقع الرئيسي على www.alfalffm.com. نسيت دبليو، اتوقع www. لو حاب يا حبيبي تشاركنا في أي سؤال أو استفسار أو تشاركنا برأيك، أكيد راح تتواصل معنا على أرقامنا 012-61-61-100 012-17-85-85. لو حاب أيضا تشاركنا من خلال SMS، راح تقدر تشاركنا من خلال STC 851040، موبايلي 63-3-1 وزين 70-13-13. وخلينا حلقة اليوم استثنائية، نتفق من بدايتها لأي شخص أيضا حاب يطرح أي سؤال أو استفسار، لكن مو حاب ممكن يكلمنا وما عنده إمكانية أو لآخره، يرسل لنا فقط رسالة فيها خليك وحش على أرقام الـ SMS اللي ذكرت لكم هي قبل شوي. ارسل يا حبيبي خليك وحش، وإحنا بإذن الله رح نرجع نتصل عليك عشان تطرح سؤالك أو استفسارك. في خليك وحش نتطرق طبعا زي ما انتم عارفين لكل انواع الرياضات، ومن الرياضه اللي كنتوا فعلا مهتمين فيها، وانا لاحظت هذا الشيء من خلال الحلقات ويعني طلبكم وتفاعلكم معاها، انكم تحبوا تسمعوا عن رياضه كمال الاجسام. وفي حلقات سابقه تكلمنا كيف ممكن تمرن عضلات جسمك، وتكلمنا ايضا عن يعني الموضوع على حدة، عضلة عضلة بالضبط. اطرقنا تحديدا لتمرين عضلات الجزء العلوي من أجسامنا. اليوم رح نتعرف عن موضوع أكيد لا يقل أهمية عن ذلك. دائما ألاحظ كنت في بعض الرياضيين أنهم يركزوا على تمرين الجزء العلوي من الجسم أكثر من تركيزهم على الجزء السفلي من الجسم. وجنبي أحمد بيقول لي 100% الكنترول، طبعا تحية لي أحمد، بيقول لي فعلا يعني بنلاحظ كثير أنه الرياضيين أكثرهم بيشدوا حالهم في موضوع تمرين الجزء العلوي من أجسامهم، لكن الجزء السفلي ما يشتغل عليه بنفس القوة. الجزء السفلي من الجسم طبعا يحتوي على أنواع أو مجموعات عضلية رئيسية موجودة في جسمنا. اليوم في حلقة خليك وحش نتعرف على هذه المجموعات العضلية الموجودة في الجسم، كمان رح نتعرف على أهمية تدريب واهتمام أو الاهتمام تحديدا في هذا الجزء السفلي. ليش مهم مرة أنك تقوي عضلات فخذك؟ ليش مهم أنك تعوي عضلات الساق عندك بشكل عام؟ وأيضاً رح نتعرف على البرنامج التدريبي لكل شخص حاب يقوي هذه المنطقة عنده أو الجزء السفلي من جسمه. رح نتعرف على البرنامج التدريبي المناسب لتدريب الجزء السفلي بالنسبة للشخص المبتدئ، بالنسبة للشخص المتوسط، وبالنسبة أيضاً للشخص المتقدم في لعبة كمال الأجسام. كمان رح نتكلم ونتطرق لنقطة إيش هي أفضل التمارين للجزء السفلي، مو فقط مجرد أنك أنت تتابع اليوتيوب وتفتح تمارين وتسوي تمارين عشوائية، لا، هي مجموعة تمارين مفضلة عشان تشتغل عليها أيضا بالنسبة للشخص المبتدئ، بالنسبة للشخص المتوسط في اللعبة، وبالنسبة للشخص المتقدم والمحترف. زي ما قلت لكم راح أذكركم مرة ثانية بأرقام الـ SMS، لو حاب تسأل أي سؤال أو استفسار راح تتصل علينا أكيد على 012-61-61-100 012-17-85-85، أو راح ترسل كلمة خليك وحش على STC 851040، موبايلي 63-3-1 وزين 70-13-13. هذا هو طبعا موضوعنا اليوم، راح نتعرف على تفاصيل كثيرة ونتناقش فيها مع كابتن عبد المنعم الترك الغني عن التعريف أكيد، لكن خلينا الآن نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم مع كابتن عبد المنعم. خليكم على السماع. خليك وحش.
يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش. طبعا قلت لكم في قبل الفاصل تحديدا عن ايش رح نتكلم، عن تمارين الجزء السفلي من جسمنا، تمارين العضلات تحديدا. اعطيتكم مقدمه قد ايش مهم انك تركز ايضا على الجزء السفلي زي ما بتركز على الجزء العلوي. التفاصيل رح نتكلم فيها اليوم كلها رح نتعرف عليها زي ما قلت لكم مع الكابتن عبد المنعم الترك الغني عن التعريف. مساء الخير كابتن. مساء الخير ساميه، افضل الله مسائك ومساء الساده المستمعين. يا هلا وسهلا فيك كابتن. طبعا ما نستغني عن معلوماتك ابدا، واليوم موضوعنا زي ما قلت طبعا ما يقل اهميه ابدا عن المواضيع اللي دائما بنفتحها، لانه في بدايه اتوقع في حلقات السابقه قبل رمضان كنا نتكلم عن الجزء العلوي تحديدا من الجسم، كيف ممكن نمرن هذه العضلات. اليوم رح تتطرق للجزء السفلي. ممتاز. طيب بداية كابتن عبد المنعم، لما أنا بنتعرف على فعلا المجموعات، يعني أنا لما بمرن العضلة حلو أكون عارفة في أصلا إيش هي العضلات اللي موجودة، فإيش هي المجموعات العضلية الرئيسية الموجودة في جسمنا؟ طبعا مثل ما تكلمت حضرتك موضوعنا اليوم الجزء السفلي من الجسم أو اللور بودي، ونفس الكلام تكلمت في حضرتك برجع أكد عليه مرة ثانية، أنه في مجموعة كبيرة من الرياضيين أو حتى من الناس الغير رياضيين اللي عندهم وزن زايد أو اللي عندهم سمنة ما بيهتموا بموضوع أسفل الجسم أو تحديدا عضلات الأفقاد، مع أنها مجموعات عضلية كبيرة طبعا، وبصير أحيانا في عندهم لغط أنه ما علاقة الأفقاد بالكرش أو بموضوع السمنة. طبعا هذه فكرة شائعة عند مجموعة كبيرة من الناس، حبيت أختار الموضوع اليوم حتى نوضح أهمية الجزء السفلي من الجسم وكيف بيساعد سواء الناس اللي حابين ياخذوا نسيج عضلي في جسمهم بيكون شكل جسمهم جميل متوازن ومتكامل، او حتى الناس اللي حابين يتخلصوا من السمنه من الوزن الزايد، ايش اهميه انهم يهتموا بالجزء السفلي تحديدا وتحديدا عفوا عضلات الافخاذ. ممتاز. طبعا الجزء السفلي من الجسم يتكون من ثلاث مجموعات عضليه اساسيه، حتكلم عن العضلات الاساسيه الكبيره، في عضلات صغيرة حتكون ضمن المجموعة الرئيسية هذه. العضلات الرئيسية أو المجموعات العضلية الرئيسية الكبيرة هي ثلاث مجموعات عضلية، العضلات الأفخاد جزئيها الأمامية والخلفية، جزء الأمامي الأفخاد نسميه الكوارتيكس أو عضلات الأفخاد الأمامية، جزء الخلفي للأفخاد نسميه الهامسترينج أو العضلات الأفخاد الخلفية. عندنا مجموعة عضلية أخرى هي مجموعة الحوض والأرداء، حلو، نسميها في الرياضة البلوت. في عندنا المجموعة العضلية الأخيرة هي عضلات البطة أو السمانة، نسميها في رياضة الكالفس أو عضلات البطة. هذه هي المجموعات العضلية الرئيسية الثلاثة اللي تكون منها الجزء السفلي من الجسم. ممتاز، جميل جدا. طيب قد إيش مهم فعلا أنه إحنا نعي أهمية التدريب والاهتمام بالجزء السفلي من جسمنا زي ما إحنا نهتم أو بعض الرياضيين بيهتموا في الجزء العلوي؟ طيب بالنسبة للناس اللي عندهم سمنة أو اللي عندهم وزن زايد، موضوع الجزء السفلي لهم مرة مهم، لأنه أول شيء بيرفع معدل الإيض عندهم في الجسم أو معدل الحرق، حرق السعرات الحرارية. يعني حتى في فترات الراحة لما الشخص ما بيكون في النادي أو ما بيكون بتمرن، يعني حتى لو هو في البيت جالس على الكنبة أو شيء، الجهاز العضلي عنده بيحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، يعني حيكون عنده معدل حرق سعرات حرارية مرتفع حتى في حال ما كان هو داخل النادي. الجهاز العضلي كل ما كان عندي نسيج عضلي أكبر في جسمي، كل ما كان عندي جهاز عضلي كبير حيكون عندي معدل الحرق، حرق السعرات الحرارية أعلى عندي. هذه النقطة الأولى، أنه برفع معدل الإيض في جسمي لما تمرن الجزء السفلي، لأنه الجزء السفلي مثل ما تكلمنا يعد من أكبر المجموعات العضلية في الجسم، فبالتالي بيحرق كمية سعرات حرارية أكبر. فهذه النقطة الأولى، أني أنا أرفع معدل الإيض أو حرق السعرات الحرارية في جسمي. طبعا النقطة الثانية برضو بنتهم الناس اللي عندهم وزن زايد أو اللي عندهم سمنة، إنه أنا لما أبدأ أدرب الجزء السفلي من جسمي، أنا حاليا حيكون عندي الجسم حيكون عنده قوة أكبر وقدرة على الحركة بسهولة، يعني خاصة بالنسبة للناس مثل ما تكلمنا اللي عندهم وزن زايد حيمارسوا رياضة الكارديو. رياضة الكارديو تحتاج إنه الشخص يكون عنده عضلات أفخاد قوية وعنده عضلات بطات قوية حتى يقدر يمارس الكارديو ويمشي لفترة أطول بدون ما يحس بالتعب في أول ربع ساعة أول عشر دقائق. فإذا ما كان عنده عضلات قوية في الأفخاذ أو حتى تحديدا في البطات، كثير من الناس يعني بيسألوني كابتن إن أول ما أمشي عشر دقائق ساق رجلي بتألمني، إيش السبب؟ بكلمهم إنه عضلات البطة عندك ضعيفة، عشان كده أول ما تبدأ تمشي تحس في ألام فيها، فلازم تحتاج تروح تمرن عضلات البطة عشان تقدر تمارس تمارين الكارديو بالطريقة الصح ولفترة طويلة بدون ما تحس بالتعب. طبعا هنا برضو نقطة مهمة أخرى بالنسبة
عضلات أسفل الجسم، إنه هي العضلات هذه هي قواعد لحتشيل الجسم بالكامل. فبالتالي برضو أيضا لما الناس اللي عندهم وزن زائد يمارسوا تمارين الكارديو حيكون عندي الخطر على المفاصل، وخاصة مفصل الركبة هنا مرة قليل. يعني عندي عضلات فخ قوية في جسمي هتقدر ترفع الوزن الزائد ده كله، هتقدر تخليني أمشي لفترة أطول بدون ما أحمل على مفصل الركبة. وبالتالي حيكون عندي أنا هنا حكون في السيف سايد، لما يكون عندي عضلات فخ قوية هتخليني حيكون عندي قدرة على الحركة، حيكون في أيضا توازن أكثر. كلامك سليم 100%، هتكلم عن النقطة هذه، هيكون عندي ثبات وتوازن أيضا على الأرض، لأنه هي القواعد الرئيسية لحد حمل الجسم بالكامل. حيكون عندي حماية لمفصل الركبة، قدرة أكبر على الحركة وتوازن وثبات على الأرض أكبر. هنا برضو بالنسبة للاعبين كمال الأجسام، برضو مثل ما تكلمت حضرتك في البداية، أنه للأسف جزء منهم، ما أقول الكل طبعا، جزء منهم ما بيهتموا بتدريب كامل عضلات جسمهم، بيهتموا فقط بتدريب عضلات الجزء العلوي من الجسم. طبعا هنا حيكون عندي شكل جسم غير متناسق، الشيبينج حيكون عندي، يعني حيكون في تشوه في شكل الجسم. صحيح. لابد الجسم حتى يكون الشكل جميل، لازم ما اترك ولا مجموعه عضليه في جسمي، فحيكون شكلي من تحت نحيف صغير جدا، ومن فوق حيكون شكلي كبير، يعني حيكون شكل نهائيا في تشوه وغير جميل. بالاضافه ايضا مثل ما تكلمنا النقطه اللي قلتها قبل شويه، انه انا حتى احصل على عضلات بطن قويه حيكون لازم أدرب عضلات الأفخاد عندي، لأنه حزيد زي ما قلنا معدل الحرق عندي، حيكون عندي معدل حرق السعرات الحرارية أعلى، وبالتالي عندي قدرة جسمي على حرق الدهون هتكون أكبر. يعني لها تأثير غير مباشر على عضلات البطن لما بجي أدرب عضلات الجزء السفلي، لأنه هم لاعبين الحديد أو لاعبين كمال أجسام تحديدا، إنه حابين يحصلوا على عضلات بطن، عضلات صدر، على جسم ناشف بدون ما يهتموا بالجزء السفلي. فالجزء السفلي حيساعدهم أكثر إنه يحصلوا على عضلات حلوة وجميلة في الجزء العلوي من جسمه، عن طريق إيش؟ إني أنا حيكون عندي قدرة أكبر للجسم على حرق الدهون. ممتاز، جميل جدا. طيب بالنسبة للبرنامج التدريبي، يعني بعض أيضا رياضيين أو بعضنا كلنا أحيانا لما نيجي لما ندرب عضلة معينة في جسمنا كابتن، بنلاقي نفسنا نهلك العضلة، يعني ممكن كل يوم نقعد ندربها، يعني ممكن إحنا أحيانا ما نفهم أنه موضوع، نحسب أنه كل ما دربنا العضلة كل ما هي استجابت وقويت وكبرت. لكن بالنسبة للطريقة الصحيحة لتمرين كل عضلة من جسمنا، أو الطرق تنظيم برنامجنا لتحديدا يعني الشغل على الجزء السفلي من عضلات جسمنا، أكيد لازم أنظم البرنامج التدريبي بالنسبة لعضلات الجزء السفلي من الجسم بالطريقة الصح. لو كان برنامج تدريبي في خطأ، أو حتى في خطأ في اختيار التمارين أو الحركات، ممكن لا سمح الله أسوي أذى لنفسي. فلازم أحط برنامج تدريبي مناسب، نفس الوقت أحط حركات رياضية مناسبة لي في كل مستوى من المستويات. أنا على سبيل المثال المبتدئين اللي هم البيجنر، طبعاً بالنسبة لهم ممكن يتمرنوا عضلات الأفخاد عندهم 3 مرات أسبوعياً. هم في العادة بياخذوا جنرال ورك أوت، أو بيمرنوا جسمهم بالكامل في يوم واحد، راح يكون عندهم 3 أيام فقط يمرنوا فيها الجزء السفلي، ما حياخذوا تمارين كثيرة هنا، حياخذوا فقط تمرين العضلة الأمامية، وتمرين العضلة الخلفية، وتمرين العضلة البطال، يعني 3 تمارين فقط، تمرين العضلة الأمامية، وتمرين العضلة الخلفية، وتمرين العضلة البطال، 3 تمارين بحيث يدربوا يوم أيوة يوم لا. بالنسبة للناس اللي مستواهم متوسط، يعني قطعوا فترة التمرين، لهم بيتمرنوا بشكل مستمر لأكثر من شهر، يعني يدخلوا مرحلة ثانية نسميها الانترميديت أو المستوى المتوسط، ممكن هنا يقسموا برنامجهم التدريبي على الشكل التالي: ممكن يوم ياخذوا جزء العلوي، يوم ياخذوا جزء السفلي بالكامل هنا، ويوم ياخذوا تمارين تاجي. طبعا هنا لما ياخذوا جزء السفلي لازم يعطوا تمارين اكبر للجزء السفلي، يعني ممكن ياخذوا هنا تقريبا 4 إلى 5 تمارين للجزء السفلي، بحيث ياخذوا للعضله الاماميه تمرينين، ياخذوا للعضله الخلفيه تمرين، ياخذوا لعضله البطات تمرين، وياخذوا لمنطقه الحوض للارداف ياخذوا ايضا تمرين. ممتاز. 4 تمارين في المرحله اللي فيها الانسان لما يكون في المستوى المتوسط. ممتاز. تمرين العضله الاماميه، تمرين العضله الخلفيه، تمرين عضلات البطات، وتمرين عضلات الارداف والحوض والجوانب. حلو، هذا بالنسبه للمستوى او نكمل بعد الفاصل. راح نكمل اكيد بعد الفاصل كابتن، لكن بالنسبه هذا للشخص اللي مستواه متوسط. أيوة. ممتاز، جميل جدا. راح نكمل اكيد مستمعينا تفاصيل موضوعنا اليوم عن تمارين الجزء السفلي من عضلات جسمنا مع كابتن عبد المنعم الترك. فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. Thank you.
خليك وحش. يا هلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش، باكم تتحمسوا معايا كذا الآن وتكونوا وحوش. تواصلوا معنا على أرقامنا لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على كابتن عبد المنعم الترك على 0121 61 61 100، 0112175 85. لو أيضا حاب إنه إحنا نتصل عليك وتطرح سؤالك أو استفسارك على الكابتن، ارسل لنا فقط على SMS خليك وحش، كلمة خليك وحش، وإحنا بإذن الله رح نرجع نتواصل معاك على STC 8510 40 موبايلي 66 3 1 وزين 70 13 13. تمام، حلو الحماس يا أحمد، صح؟ طيب جميل. بالنسبة للتمارين تحديدا أو المجموعات أو البرنامج التدريبي الخاص بأي شخص حاب طبعا يمرن الجزء السفلي من عضلات جسمه، اليوم هذا موضوعنا مع كابتن عبد المنعم. وقبل الفاصل كنا نتكلم تحديدا عن مستوى المتوسط للشخص اللي مستوى متوسط في لعبة كمال الأجسام وممكن حاب أيضا أنه يقوي هذا الجزء من جسمه، وتعرفنا على التمارين اللي ممكن يتمرنها. بالنسبة للشخص المتقدم في هذه اللعبة كابتن عبد المنعم، كيف تنصحه أنه يتمرن؟ طبعا بالنسبة للناس المتقدمين لازم يدربوا جزء السفلي من جسمهم مرة واحدة تكفي في الأسبوع، كل 5 أيام أو 6 أيام يأخذوا تمرين واحد فقط للأفخاد، حيث يعملوا 6 إلى 7 تمارين لعضلات الأفخاد. طبعا هنا كل ما قللنا المرات حتكون معنا عدد تمارين أكبر، فلازم يأخذوا تقريبا 6 أو 7 تمارين لعضلات الجزء السفلي تحديدا من الجسم بالكامل. بتكلم برضو هنا سامي بالنسبة لأهم التمارين بالنسبة للشخص المبتدئ. الشخص المبتدئ يحتاج في البداية إلى استقرار وثبات، ستابيليزيشن، عنده ثبات على الأرض، فما أنصحهم إنه يسووا تمارين يروح مباشرة على الفري ويت. يعني في بعض المبتدئين يروح مباشرة على الفري ويت، على الأوزان الحرة تحديدا، على الأوزان الحرة، أيوة الأوزان الحرة، وبيدخلوا مباشرة مثلا تمرين السكوات أو تمرين اللانجز. هذه تحتاج توازن وتحتاج ثبات على الأرض، وأحيانا بيكون التمرين خطير على الشخص، يعني ممكن لا سمح الله إذا اختل توازنه يطيح على الأرض هو والوزن. بداية لازم أسس جسمي صح قبل لا أنتقل للأوزان الحرة. لذلك أنا بنصح المبتدئين دائما أنهم يقووا عضلات أفخادهم في البداية قبل لا يدخلوا في الأوزان الحرة. يعني عندهم ماشينز أو الأجهزة، وخاصة هنا بنصحهم في تمرين اسمه الليج بريس، تمرين الدفع، جدا مناسب لهم على الجهاز وسيفتي آمن 100%، ويقوي لهم عضلات الأفخاد عندهم بدون لا سمح الله ما يكون في أذى. لغاية ما ينتقل للمرحلة الثانية، هي مرحلة المتوسط، يبدأ يأسس جسمه، يبدأ يأخذ تمارين تساعده على الاستقرار والثبات، حيكون عنده ستابيليتي أو توازن أكثر على الأرض. بالنسبة للمتوسط ممكن يتمرن تمرين الديد ليفت مرة أساسي، بقوي عضلات الأفخاد، بقوي عضلات الحوض والأرداف، بقوي عضلات أسفل الظهر. ممكن يأخذ تمرين اللانجز برضو، تمرين بيساعد جدا على الثبات وعلى التوازن على الأرض، جدا مهم بالنسبة لهم، بالنسبة للناس المتوسطين. بالنسبة للناس المتقدمين طبعا يروح مباشرة لتمرين السكوات. تمرين السكوات من أفضل التمارين لعضلات الجزء السفلي من الجسم، يعني بيمرن مجموعة عضلية كبيرة، بيمرن عضلات الأفخاد الأمامية، عضلات الأرداف، عضلات الحوض، وفاعلية التمرين مرة عالية، يعني جدا الكثافة التمرينية على العضلة مرة كبيرة، وفي يعني من أحسن التمارين اللي تعطي نتائج لعضلات الجزء السفلي اللي هو تمرين السكوات. هذا بالنسبة للناس المتقدمة. ممتاز، حلو. في سؤال على SMS بيقول إيش هي أكثر الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الشخص اللي بيتمرن تمارين تحديدا للجزء السفلي من الجسم؟ طبعا في مجموعة أخطاء تحصل خاصة في تمارين السكوات. هتكلم على تمارين السكوات، هتكلم على تمارين الليج بريس. تمارين السكوات الشخص لما يبدأ يمارسه في، وخاصة في بداية تعليمه لتمارين السكوات، يبدأ يرفع كعب القدم عن الأرض ويحاول يوقف على مشط القدم. طبعا هذا الشيء يسبب عدم توازن، ونفس الوقت يسبب أذى للعمود الفقري، لأنه تلقائيا لما يبدأ الإنسان يرفع الكعب على الأرض هيبدأ الجسم ينحني للأمام، فبالتالي حيجي الوزن مباشرة على العمود الفقري، ممكن يسبب لي مشاكل. فهنا إذا كان أنصح الناس اللي لسه بدأوا في تمارين السكوات إنه ممكن يرفع عشان التوازن يكون أكبر، إنه ممكن يحطوا زي خشبة أو شيء يرفعوا الكعب عن الأرض. يعني إذا ما كان عنده قدرة إنه يحافظ على كعبه طول الفترة على الأرض، ممكن يحط، عادة اللاعبين الحديد يحطوا خشبة تحت القدم
ارتفاعها تقريبا 2 او 3 سنتيمتر عشان يكون توازنهم اكبر. فهذه مره ضروريه وتساعد في البدايه الشخص انه يتعلم يعدي تمرين سكوات بالشكل الصحيح. تمام. في برضو خطا يحصل هنا في الناس اللي بتسوي تمرين الليج بريس وخاصه المبتدئين. الليج بريس زي ما قلنا هو تمرين دفع على الماشينز او على الجهاز. لما يحبوا ياخذوا استراحه لما يرتاح الشخص هنا بين مجموعه ومجموعه يفضل ماسك الوزن وما يسيبه, يعني يخلي يرجع لاستقامة واحدة وبدون ما يسمي رجله, فقط الوزن هيجي على نفس الركبة هنا بدل ما يرتاح ينزل رجله على الأرض ويخلي الدم يوصل للعضل ويريح نفس الركبة, هو لا بيرتاح بين مجموعة ومجموعة إنه يفضل ماسك الوزن ورجله طبعا مستقيمة, هو ما حيحس بتعب في الفخذ لأنه الفخذ هنا ما بيتحرك بس الحمل كله حيكون هنا على نفس الركبة. فالحل هنا الإنسان لما يأخذ راحة بين مجموعة ومجموعة إنه يرتاح تماما ويطلع عن الجهاز ويريح أفخاده, ما يفضل ماسك الوزن في تمرين الليج بريس تحديدا. ممتاز. في استفسار أيضا على SMS بيقول ما أحس عندي لياقة في الجزء السفلي من جسمي زي الجزء العلوي, إيش ممكن أسوي؟ إيش في أشياء أو تمارين ممكن ترفع اللياقة في هذا الجزء من الجسم تحديدا؟ يعني هنا إذا نقول ترفع قوة العضلة, يعني تمارين اللياقة أو قوة التحمل خاصة هي تعتمد على النفس, خاصة هذه التمارين الكارديو هنا كيف أني أرفع قوة العضلة أو السترينث للعضلة. مثل ما قلنا في البداية أنه لازم أتدرج في المستويات, يعني ما ينفع أنا لسه عمري ما مرنت الجزء السفلي أجي أدخل على تمارين مستوى متقدم مثلا زي ما قلنا أدخل تمارين السكوات مباشرة, ما أولا حنفذه بطريقة غلط وما حيساعدني في البداية, ممكن يسوي لي إصابة, فلابد أني أتدرج بالتدريج في تمرين السكوات. الشيء الثاني بنصحهم دائما أن الشخص لما يبدأ يكون عنده اليوم في برنامج التدريب الجزء السفلي أنه يبدأ يسخن, أفضل تمارين التسخين تكون هنا على الدراجة لأنه الدراجة بتضخ كمية دم كبيرة لعضلات الأفخاد وبالتالي حتكون العضلة جاهزة أني لما أبدأ أدربها. تمام. من جهاز المشي أو جهاز ثاني, أو حتى ممكن يأخذ بدل الدراجة مثلا ممكن يأخذ تمرين الدرج صعود الدرج. أيوه بالضبط, هم بيقولوا أنه صعب لكن أكيد هو بيرفع اللياقة بشكل أيوة كبير. أيوه هو التسخين 15 دقائق بس الهدف أني أضخ كمية كمية دم على عضلات الفخذ. ممتاز. راح أذكر المستمعين من جديد بأرقام التواصل معنا لو حابين يطرحوا أي سؤال عليك كابتن عبد المنعم على 011-61-61-100 011-21-75-85 أو شاركونا من خلال SMS برسالهم استفساراتهم أو أسئلتهم على STC 85-10-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. في سؤال أيضاً على SMS كابتن عبد المنعم يقول أنا ملتزم بتمارين السكوات لكن ما بشعر إنه النتيجة فعلاً بتظهر, متى المفروض تظهر نتائج تمارين السكوات؟ طبعاً النتيجة تعتمد حسب طريقة أدائه لتمارين السكوات هل بيأدي بطريقة صح أو لا, يعني خاصة من ناحية إنه ينزل في البار تقريباً لغاية 90 درجة في أيضاً يعني خطأ يحصل أحسن في تمارين الناس بيسوي تمارين السكوات إنه ما بينزل في البار بالدرجة المفروض ينزل فيها, يعني ينزل شوية بس في البار لازم ينزل 90 درجة في البار وما ينزل يرتاح للآخر, لو ارتاح للآخر برضو غلط, يعني عشان يسوي مقاومة على العضلة ينزل فقط 90 درجة بالبار. وبرضو نقطة ثانية إنه ما يرتاح والبار على فوق جسمه, يعني نفس الفكرة الشخص الخطأ اللي يسويه في الليج بريس ممكن يحصل في السكوات إنه أنا سويت تكرار وأبغى أرتاح بدل ما أرتاح أحط البار مكانه أجي أخلي البار فوق الظهر بدون ما أنزل فيه, وهذا غلط, لازم أسوي التكرارات بطريقة سريعة, يعني التكرار لازم يأخذ معي تقريبا ثانيتين إلى ثلاث ثواني بحيث الثانية في النزول والثانية في الطلوع, ما أنتظر فوق, يعني خلاص وصلت لفوق أخذ نفس وأرجع عند المرة الثانية 90 درجة. هذا بالنسبة للتمرين, إذا كان طبعا في خلل أو في خطأ أكيد ما حيستفيد إنه المجموعة العضلية هذه, حتى لو كان التمرين صحيح إذا ما كان في بروتينات في الأكل ما كان في نظام غذائي صحيح ومتوازن أكيد ما حيستفيد. ممتاز. هو الدور الأهم يعني نظام أكيد التغذية فعلا, يعني حتى لو كان تمرين صحيح وسليم 100% إذا كان نظام غذائي فيه خلل حلو ممتاز. معنا اتصال من محمد, مساء الخير يا محمد. هلو مرحبا. يا هلا فيك تفضل. دام فضلك عليك أمر, عندي بس سؤال استفسار, عندي العضلة اليسرى في الرجل إذا سويت رياضة تشد معي, شو الطريقة فيها؟ شد عضلي. تمام. شكرا لك يا محمد. يا كابتن بالحالة الشد العضلي في أحيانا عند عضلة الساق تحديدا أو عضلة الفخذ كيف ممكن الواحد يتصرف؟ حياك الله أخي محمد, أنا ما سمعت السؤال بالضبط, بتكلم على الشد العضلي في دائما بيجيب في رجله اليسار شد عضلي تحديدا منطقة الفخذ.
احيانا بيكون شد العضل نتيجه نقص نوع معين من الاملاح في الجسم مثل اصلا البوتاسيوم والصوديوم. فانصحه قبل التمرين لو ياخذ في صيدليات تنباع مجموعه من الاملاح المعدنيه، خلطه تجي عباره عن سكريات مع املاح معدنيه، يشربها اثناء التمرين. هذه بتساعده مره، لانه غالبا ولازم طبعا اكيد يسخن صح قبل التمرين، ياخذ 10 دقائق تسخين. اهم شيء الورم اب، التسخين. الورم اب جدا مهم، جدا مهم. اذا دخل التمرين مباشره بدون ورم اب اكيد اكيد حيجي شد عضلي. في حال سخن ولسه الام العضليه، عفوا لسه الشد العضلي بيجي، انصحه ياخذ املاح معدنيه وسكريات تلاقيها بودره موجوده في الصيدليه، هذه ممكن تستعملها اثناء التمرين برضو تدي طاقه في التمرين وتعود النقص في الاملاح المعدنيه اللي الجسم يحتاجها. ممتاز، جميل جدا. راح نكمل اكيد موضوعنا مستمعينا في خليك وحش، فاصل اخير وراجعين، خليكم مع السماء. خليك وحش. وأذكركم من جديد مستمعينا بأرقام التواصل معنا لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على كابتن عبد المنعم الترك. أرقامنا 012-61-61-100، 011-2-17-85-85، أو شاركونا من خلال SMS على STC 851040، موبايلي 63-1 وزين 70-13-13. ومعانا الآن اتصال من عباس من جدة. مساء الخير يا عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. الله يسلمك. ومن أسأل كابتن، عندي سؤال الله يرضى عليك. تفضل يا عباس، تفضل. الله يسر عليك ويحفظك يا رب. أقول لك الله يرضاك، عندي يا كابتن أنا رجولي يسار التهاب شديد في نفس عضلة الساق الخلفية. استخدمت ريبارين كريم، استخدمت سيلدراك، لا لا تقول، لا تقول أسماء، من غير أسماء. أيوه استخدمت مراهم برضو العالم موجود. أخ عباس حياك الله. الألم في العضلة الخلفية أو في ساق الرجل؟ في نفس الساق يا رجل، نفس عضلة الساق. الساق من الأمام قصدك يعني؟ أو خلفية يا رجل؟ الخلفية. ساق الرجل. أنا ما عضلة عندك عضلة الفخذ وعندك عضلة الساق. عضلة الفخذ عضلة، بس عضلة الساق بس. أيوة عضلة الفخذ، عضلة الخلفية اللي هي خلف الفخذ. نعم الساق. نعم. نسميها الهامسترينج. إيش واحد علاجة؟ طيب. ألم شديد عمالي قادر أمشي منه. طب حلو، بيعاني من موضوع ألف سلام عليك أكيد يا عباس، بيعاني من موضوع الآلام في هذه المنطقة تحديدا كابتن. أنا طبعا بداية أقدر أقول له روح استشير طبيب أكيد 100%. صحيح كلامك سليم 100%، لأنه هذا موضوع طبي وخارج عن التخصص يعني. أكيد. فعباس ألف سلام عليك، روح الدكتور اسأله أو سوي أشعة أو أكشف أكيد وشخص حالتك، وبعدها بإذن الله أكلم عبد المنعم، كابتن عبد المنعم، وقول له إيش التمارين اللي ممكن تقوي هذه المنطقة تحديدا. نرجع على الاتصالات من جديد، معنا عبد الله. مساء الخير يا عبد الله. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. الله يعطيك العافية. بغيت أسأل الكابتن، التمرين هل هو قبل الأكل أو بعده؟ وهل فيه وقت محدد للتمارين يعني يكون كويس مثلا في الليل أو في النهار؟ جميل سؤالك أخ عبد الله. بالنسبة وجبة الوجبة قبل التمرين، المفروض تكون قبل التمرين بثلاث ساعات ما تكون أكل شيء وتجي النادي. ممكن قبل التمرين بربع ساعة أو عشر دقائق تاخذ سيمبل كارب نسميها، يعني ممكن تاخذ موزه صغيره او تاخذ خمس حبات تمر تعطيك طاقه في التمرين، بس كوجبه غذائيه لابد انها تكون قبل التمرين بثلاث ساعات. بالنسبه لسؤالك انه هل افضل في الليل او في النهار، التمرين طبعا في النهار يعتبر افضل، لانه العمليات الحيويه في الجسم تكون افضل، تمثيل غذائي وكل العمليات الحيويه في الجسم تكون، حتى الهرمونات تكون افرازها في النهار اعلى منها في الليل. الجسم عاده في الليل يميل للكسل، كل العمليات الحيويه الجسم يعمل فيها كول داون، يبدأ فيها بطء. طبعا كل ما كان الوقت متأخر في الليل يكون التمرين للأسف ما يكون في نتائج جيدة، فأفضل التمرين وما يتعدى الساعة 9 أو 9 ونص في الليل. ممتاز. في استفسار على SMS يقول عندي ضعف في العضلات وخاصة عضلات الظهر، ولما أستمر في تمارين المقاومة لفترة طويلة تقوى العضلات، بس مجرد ما أوقف أخسر العضل اللي بنيته بسرعة كبيرة، إيش ممكن يكون السبب؟ طبعا هذا الشيء بنتكلم عنه، هو تكلمنا عليه في حلقه سابقه، نسميه الكتابوليزم او الهدم العضلي. الهدم العضلي قلنا له عده اسباب، من ضمنها انه يكون ما في تغذيه صحيحه، يعني عنده في خلل في الوجبات الغذائيه او في خلل في توزيع الوجبات من ناحيه البروتين والدهون والكربوهيدرات ممكن. بالنسبه انه يخسر عضلاته بالسرعه، هذا الشيء طبيعي، اي شخص يعني يتوقف عن التمرين هيخسر عضلاته.
بس اذا كان غذائه جيد ومنتظم متوازن حتى لما يوقف عن التمرين يعني ممكن يخسر جزء من العضلات بس مش بنفس الكميه في حال كان غذائه في خلل. يعني لازم يهتم اهم شيء ويرجع الموضوع للتغذيه. التغذيه ونفس الوقت ما يكثر تمارين عليها العضلات الظهر يعني ايضا حتى عضلات الظهر اذا كان مستوى متقدم يعني يكفيها تمرين واحد في الاسبوع ويركز على التمارين اللي فيها فري ويت يعني ما يلعب كل التمارين حركات كيبل. حركات الكيبل ما حتدي كثافه تدريبيه عاليه لعضلات الظهر. يفضل طبعا انه ياخذ التمارين فيها فري ويت يعني ياخذ دامبل روز او ياخذ بار روز اللي هي تحت البار او تحت الدامبل ما يلعب كل التمارين فقط حركات كيبل او اجهزه فقط لابد يكون في تمرينه فري ويت لا يعني وخاصه لعضلات الظهر. ايضا انصحه بتمرين العقله جدا طيب. العقلة حلو جميل ممتاز. كابتن عبد المنعم يعطيك ألف ألف عافية يا رب شكرا لك العادة طبعا مميز في كل حلقاتنا. شكرا لك مستمعينا شكرا لكم كلكم شكرا لكل اللي شاركوا معنا من خلال اتصال SMS أو مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله كلكم تكونوا وحوش وكلكم تهتموا فعلا في صحتكم ودائما توصلوا لأهدافكم وتوصلوا للجسم اللي أنتم حابين تكونوا عليه. مستمعينا طبعا هذا كان موضوعنا اليوم في حلقة خليك وحش. حلقتنا تقدر ترجعوا تسمعوها من جديد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذه الساعة. كنت معكم أنا سامية البيروتي في أمان الله.